هاشم بالإضافة إلى المهندس، المهندس أحمد طبعا مدير عام هذه البطولة، من كان له اهتمام كبير لهذه البطولة. طبعا هدية تذكارية، أيضا هناك هدية تذكارية مقدمة من قبل اللجنة المنظمة لهذه البطولة حفل السيد مازن مترجم. هناك هدية تذكارية لنجم التحكيم السعودي السيد خليل جلال يتسلمها من راعي الحفل، تذكارية من راعي الحفل. هناك هدية تذكارية مقدمة من قبل شركة مازدا. المساهمة في نجاح هذه الفعالية. الأستاذ اسماعيل في هذه البطولة حصل على جائزة الفريق المثالي في هذه البطولة، فريق الكابلي يتسلم الجائزة. حصل على جائزة اللعب النظيف فريق الفيصل وتحصل وتقدم باستلام الجائزة الكابتن عبد الله. حصل على جائزة أفضل جمهور في أحمد مخرشي والدكتور هاشم. الآن تحصل على جائزة أفضل إداري في هذه البطولة إداري فريق هلال الشام الرشيدي، يتقدم الآن استلام جائزة أفضل جمهور. بالفعل جمهور كبير جدا حضر وراء فريق مياه هنا وقدموا لنا لوحات جميلة، كما كان الحال أيضا لجماهير الفرق الأخرى التي رافقت فرقها في بطولة مازدا 2013. سلطان ابو كوجر لاعب ميانتيت الان يستلم وتلتقط الصور التذكاريه فيما حصل على جائزه لاعب في هذه البطوله السيد مازن بطرجي، الذي نشكره شكر كبير وشكر خاص لمنحه لنا وقتا لحضور هذه المباراه النهائيه هنا. سته الماليه 15,000 ريال. طبعا قبل ان يشرف المركز البطوله الكابتن محمد عبد الله الصغير يتسلم الجائزه من قبل نجوم هذه المباراه والحفل ومن قبل قناة الإلكترونية تنسيب تسلمها محمد يونس. تسلمها الآن يتقدمون طبعا الثلاثي حكم المباراة الكابتن رائد الزهراني الذي منح ثقة اللجنة التحكيمية في هذه البطولة بقيادة الدولي الكابتن خليل جلال. صراحة الذي لم يقصر في تنسيق في عملية تنسيق الحكام طوال فترة إقامة هذه البطولة والتي تعتبر فعاليات جدا خير الخامس عشر. الآن مبلغ كبير وجائزة أكبر، مركز هو الأحلى. مركز هو مدير مكتب السيد مازن بترجي الأستاذ حسام بطاني، شكرا كبير جدا. خلاص هذا الرجل أيضا الذي ساهم كثيرا في عملية التنسيق والترتيب. الآن سننفع Oh, God,
تكون سعيدة في الجزء أو تكون لسعيدة القدم. ألف مبروك. ألف مبروك.